السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتي داخل وخارج الوطن، ان شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فقبل ما نبدأ في صلب الموضوع، كنتمنى انكم تعملوا لايك والبارطاج هذا الفيديو، والناس الجداد اللي مازال ما اشتركوش رجاء انكم تعملوا لايك والبارطاج باش دائما تصلوا بما هو جديد بخصوص قضية جريمة حي أناسي اللي مشى ضحيتها واحد إنسانة، واحد الأم ديالنا الله يرحمها بديك الطريقة البشعة، واللي كان السبب ديالها هو هذاك الولد سفاح. إخواني أخواتي، أخيرا الإجراءات القانونية كتبين أنه بعد العرض على الطبيب المختص في الأمراض العقلية وإجراء خبرة عقلية للمول الفعلة تحيله إلى العدالة بعد ما تثبت السلامة ديالو العقلية والفكرية أثناء ارتكابه لهذه الجريمة في حق الأصول اللي هي الأم ديالو. إخواني أخواتي، بديك الطريقة البشعة، وكما شنا هذه العملية أو لهذه الفعلة اللي هزت الرأي العام المغربي وكذلك الدولي بما فيها الدول العربية اللي تأسفوا واللي مازال كيتفاجئوا بهذه الجرائم اللي مازال كتقاطر صراحة. كنشوفوا سمانة يوميا هذه الجرائم كتزاد في بلادنا الحبيب. كما ذكرت إخواني أخواتي، فثبتت هذه الخبرة من طرف طبيب مختص لدى الضابطة القضائية الخلو من أي مشاكل هذا المول الفعلة، وأنه كان في كامل القوى العقلية، وأن ما قام به كان في حالة طبيعية، يعني في حالة طبيعية زيادة على الاعتراف دياله لدى هيئة المحققين، وليأكد أن ما قام به كان مخطط له هذه المدة بسبب ذاك الحقد اللي كان كيكون الأم دياله بسبب ديك ديكلاراسيون ديال الشرطة أنها ديكلارات به بعد ما كان كينتمي واحد الخلية إرهابية. إخواني أخواتي، وكان عازم أنه يقوم بواحد العملية فدائية تلبيزا لأحد زعماء الخلية كاريان طوما سنة 2007. فباش يصفي هاد الأم ديالو اللي شهادة ديال الجيران والشهادة ديال الأصدقاء ديالها، الناس اللي عطاو واحد الصورة حقيقية على هذا الإنسان أنها كانت من أطيب خلق الله. هذه السيدة كانت حنينة على الولد ديالها، هذه السيدة أنها ما كانش كتظن أن هذا الولد يقوم بهذه الفعلة، بالرغم أنها كانت حسات مؤخرا وجهت واحد الرسالة للابن ديالها. هذا الابن ديالها اللي مازال كيعاني كثير إخواني أخواتي بفقدان الأم ديالو، وكيتفكر ديك الرسائل اللي كانت كتوجه للأم ديالو قالت لي بأن واش ماشي شي حاجة، يعني في الاخ ديالك انه كيهدد كيف بعينيه كيبان لي شي حاجه ماشي هي هذيك. فهذه جريمه اخواني اخواتي، هي جريمه منظمه خطط لها وصفها الام ديالو وقطع لها الراس ديالها، زيدت انه مسح الدم وبدل حوايجه ومن بعد هرب الى وجهه مجهوله باش يرمي هذاك الراس. يعني هذا راه اكثر من الحقد، هذا الشيء مخطط ليه، وان هذا السيد ولا هذا الشاب 30 اللي قام بهاد الفعلة فراه ماشي عمل هاد الشيء غير جاه هكا، يعني الحماق السيد حماق فقد الوعي. فالحماق إذا قام بشي حاجة راه غيقتل وغيمشي غادي يصفي غيصفي اللي بان ليه قدامه، غيصفي بنهار غيصفي لأي واحد. علاش اختار بالضبط الأم ديالو؟ علاش اختار بالضبط الأم ديالو أنه يصفيها ليها بديك الطريقة ويقطع لها الراس ديالها والدميات، ومن بعد انه يمسح ديك الدم ويبدل حوايجه ويهرب الى وجهه مجهوله. لولا الطف الله اخواني اخواتي اذا كانت يعني هذا الشيء كامل، يعني غيموتوا الناس كثار بفعل هذا الفعل اللي قام بها واللي خلق الرعب يعني لدى الساكنه ديال هذيك المنطقه. زياده على ذلك، عكس ما كان كيظنوا هاد الناس كثيرين، الناس اللي كانوا كيظنوا بان هذا رحمق وفاقد العقل ديالو. فطبيعة الحال هاكوشي باين، هاكوشي واضح، ها الخبرة الطبية بينات الحقيقة، ها السيد كيتجاوب مع المحققين بطريقة سلسة، يعني كيتكلم معهم بطريقة عادية، يعني كيقول لهم شنو واقع شنو كاين شنو كاين، يعني هادشي عادي. فالأم ديالو خرجاتو إخواني أخواتي من المشفى، يعني كانت خرجاتو من المشفى لأنها كانت عارفة، وكانت عارفة بأن الولد ديالها أو الإبن ديالها يعني راه ماشي مريض وماشي حمق اللي حاس به. فاللي كيعرف اكثر من هادشي اللي حاس بالابن ديالو الا الام، الوالدين هما اللي حاسين بالاولاد ديالهم، واش فاقدين الوعي او لا، يعني
فهنا فين خلات ان تخرجوا من المستشفى باش يعيد معاهم في المنزل، رغم ديك التمثيليات اللي كيقوم بها انه مدير واحد العشاء وانه راسم كيرسم واحد الرسومات في الحيط وانه يعني كيعيش ديك العيشه، هذا الا باش يبين واحد الصوره انه راه احمق حتى انه ينفذ ديك الطريقه ديالو، ان ديك المخطط ديالو ديك الطريقه تاعو. ف اخواني اخواتي الى شنا انها الضحيه فهو ضحيه مجتمع بالنظر الى الماضي تاعو، يعني بالسجن ملي كان عنده 17 سنه، يعني هادشي اللي كيخليه كتزاد تراكم عليه هاد المشاكل وهاد المسؤوليات بتهمه انتماء الارهاب. يعني المحكمه يعني ماشي ظلماتو وانه لقات يعني الادله يعني وحكمت عليه، وكان مازال صغير يعني 17 سنه ومازال صغير وكان خطير. يعني تشوفوا اخوان اخواتي انه تحكم عليه يعني ملي كان 17 سنه، يعني الخطوره ديال هاد السيد هي اللي خلاته انه يتحكم وما يخرجش، لانه عارفين انه غيقوم بشي حاجه اخطر من هذا واكثر من اخطر من هذا، انه كان غيهدد يعني مجموعه من العائله ويهدد مجموعه من الناس انه يصفيها عليهم. وزيد عليه موت الاب ديالو وهو في السجن وعوامل اخرى اجتماعيه اللي ساهمات في يعني باش يقوم انه بهذه المساله وانه يصفيها الام ديالو بهذه الطريقه، واللي خلاته انه يولي في هذه الحاله اللي هو عليها. وهذا الشيء خوتي ماشي حجه انه يقتل الام ديالو، ولكن الرساله للمجتمع يعني الاصلاح هذا المجتمع لانه هو الحل الوحيد لوقف هذه الافعال. فنسال الله العفو والعافيه والرحمه والمغفره لهذه السيده. ف المغرب اخواني اخواتي كنشوف يعني هاد الجرائم ان هاد المولين فعلا كيقتل وكيهرب ومن بعد كيخاف من البوليس ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى، يعني كيقوم يعني بهاد الجريمه ضد الاصول اللي هي الام ديالو وكيهرب وكيخاف من اللي يشدوه البوليس وما خافش من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على انه مجرم ارهابي واللي خدا 10 سنوات بسبب انتماء لهذه الخليه والجريمه اللي فعل في الام ديالو، كيتبين بانه ارهابي مجرم يستاهل سجن مدى الحياه بدون اي عفو ولا شيء. فهذا فعل لا يفعل انسان بعقله ولا مريض كيفعل الا هاد الناس اللي معروف اخواني اخواتي بالافعال ديالهم الخطيره واللي كيشكلوا خطر على بلادنا الحبيب المغرب. فهذه رساله مره اخرى، فهاد السيد فلولا الالطاف اخواني اخواتي راه كان غيعمل واحد المجزره كبيره في حق هذوك الجيران كاملين، راه ماشي غير الام ديالو، كون هبطوا راه كان غيصفيها لهم كاملين، المهم غيتعطبوا او توقع لهم شي حاجه، المهم يقيسهم باي طريقه. ولكن لولا الالطاف فهاد السيد هرب وهز الراس ديالها وهرب به، يعني ربما انه كان غيختفي على الانظار ولولا الالطاف اخواني اخواتي والجيران والشباب اللي تمكنوا من القبض عليه في اقرب الوقت، باقرب الوقت اخواني اخواتي، بسبب يعني انهم ما بغاوش هاد الفعله او هاد الشيء يوقع لهم في الحي ديالهم ويعني يتفاجئوا بهاد الشيء كامل. فكنتمنى اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم، كنتمنى انكم تعملوا لايك وبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.